أهلا بكم إلى هذه النشرة الرياضية. نبدأ مع تاتا مارتينو الذي أكد للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيستدعي كارلوس تيفيز إذا حافظ على مستواه الحالي مع يوفنتوس الإيطالي. وأشار مارتينو المدير الفني السابق لنادي برشلونة أنه لم يضم تيفيز لأن هناك لاعبين أفضل منه حاليا، لكن أكد في الوقت نفسه إذا واصل المهاجم الملقب بالأباتشي مستواه الجيد فإن الباب مفتوح لعودته لتمثيل التانجو الأرجنتيني. واختتم كلامه بأنه لن يخضع لضغوطات الصحافة أو الجمهور لأن هذا القرار يخصه هو لوحده. Sobre todo con mucha seriedad. Y dentro de las características del rival, evidentemente, están las cualidades individuales de muchos de sus futbolistas. توج الياباني كي بثنائي لقب على التوالي في بطولات تنس المحترفين بعد تتويجه بلقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس. وجاء تحقيقه للقب على حساب الكندي راونيش وبمجموعتين مقابل واحدة بواقع 7-6 و4-6 و6-4 ليحرز اللقب السابع في مسيرته في عالم الكرة الصفراء. ويرشح النجم الياباني لأن يكون أول لاعب آسيوي يتأهل إلى البطولة الختامية لاتحاد محترفي التنس التي تقام نهاية الموسم في لندن في نوفمبر تحديدا، حيث يشارك في البطولة أفضل 8 لاعبين في العالم. تغلب المنتخب الأمريكي على المنتخب الصربي وبثلاثة أشواط دون رد ضمن منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة حاليا في إيطاليا. ولم يجد المنتخب الأمريكي صعوبة تذكر في تجاوز صربيا في الدور الثاني للبطولة، وأنهى اللقاء بواقع 25 مقابل 22 و25 ل20 و25 مقابل 22. وهذا وتواجه أمريكا مساء الليلة المنتخب البرازيلي. وحقق البريطاني لويس هاملتون سباق الجائزة الكبرى الياباني لسيارات فورميلا 1 والذي أقيم تحديدا في اليابان، وتمكن هاملتون من تجاوز زميله في فريق مرسيدس الألماني روزبرغ. بهذا الفوز عزز هاملتون صدارته للترتيب العام للمتسابقين ويوسع الفرق بينه وبين روزبرغ إلى 10 نقاط بعد هذا السباق. وشهد السباق تساقط كبير للأمطار على الحلبة، الأمر الذي تسبب بتوقف السباق أكثر من مرة. お前らは運転を変えたら回すのに変えろ。